السلام عليكم. حصيلة مهمة يحققها المغرب في معركته ضد الإرهاب والتطرف من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على اليقظة الأمريكية. تجربة المغرب الرائدة جعلته ضمن البلدان الأقل تضررا من الهجمات الإرهابية. بحسب تقرير معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي لعام 2017 وقبل ذلك عام 2016، اعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي المغرب البلد الأكثر أمانا في إفريقيا. بالأرقام وحسب آخر معطيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية فكك الأخير منذ إحداثه عام 2015 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم داعش، كما تم اعتقال 772 شخصا. سجل المغرب أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا طردتهم دول أخرى. وبعد اعتماد البطاقة الإلكترونية والجواز البيومتري وتعزيز المراقبة في الحدود، يؤكد المغرب أنه لم يسجل أي عملية مغادرة في هذا الإطار، موضحا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الأنترنت وتستهدف أشخاصا بسطاء. إلى جانب تأطير الحقل الديني وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتحسين ظروف عيش الساكنة، اتخذ المغرب عددا من الإجراءات من أجل التصدي للمتطرفين، منها كما قلنا سلفا اعتماد بطاقة إلكترونية وجوازات بيومتريكة وإنشاء جهاز حذر لحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين، وإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية عام 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي. على المستوى التشريعي تم تسجيل تطور مهم من خلال صدور قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا. وحول احتنام التهديدات الإرهابية، يرى المكتب المركزي أن تنظيم داعش الذي تراجع نفوذه بشكل كبير لم يختفي، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء وليبيا، وهو ما يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها. وبحسب السلطات الأمنية المغربية فإن المشكلة يكمن في عدم تعاون الجزائر ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية وهي البوليساريو. وبشأن حالة مزدوجي الجنس من أصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية بأوروبا خلال السنوات الأخيرة والذين تطرف العديد منهم داخل السجون، يقول المغرب إن هناك بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، منها غياب قوانين تتيح إلقاء القبض على المشتبه فيه، موضحا أنه في حالتي اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسل سنة 2016 كانت مصالح الشرطة على علم بأن بعض الأشخاص مروا من بؤر التوتر، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن الشرطة من استجوابهم. حالة مزدوجي الجنس من الحالات التي سجلت تبادلا مهما للمعلومات بين المغرب وشركائه الغربيين. التنسيق الأمني المغربي مع كثير من الدول العالم خصوصا دول أوروبا مكن تلك الدول من تفكيك عدد من الخلايا وتحديد مكان تواجد عناصر إرهابية. مجهودات لقيت اعترافا دوليا متواصلا وجعلت المغرب نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب. وتعتبر إعادة انتخاب المغرب إلى جانب هولندا لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لولاية جديدة من سنتين شهادة كبيرة على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في المقاربة المغربية، واعترافا بمساهمة المملكة الكبيرة في مكافحة الإرهاب. شكرا على المتابعة.